ما شك حتى ما نختلفوش اللي مؤثر نجم واسطورة كرة قدم العالمية محمد صلاح، لكن المنتخب المصري عنده الإمكانيات من الإمكانيات الكبيرة ومن حماسة اللاعبين باش الدور السادس عشر باش يقدم مردود كبير ياسر، حتى معناها ترشح بثلاثة تعادلات، لكن ماهيش حاجة معناها مخيبة للأمال. المنتخب المصري ديما عنده الحماسة وعنده على مباراة يقلب الموازين. المنتخب المصري والفرق المصرية بصفة عامة عودتنا ان ديما الانطلاقة تكون صعيبة، لكن بمرور المقابلات نلقاهم ديما في ادوار متقدمة. المنتخب المصري والفرق المصرية لها شخصية قوية في افريقيا، والدليل على ذلك القابها هي اللي تحكي، مش انا باش نحكي. المنتخب المصري نتصور يمشي لبعيد، فريق عنده شخصية، فريق يحب يلعب، فريق يحب بلاده. ما غير صلاح معناها عادي منتخب مصر ينجم يوصل بعيد ويوصل أدوار متقدمة. منتخب مصر عنده ثقافة الانتصارات والدورات كما هذا عنده فيها ثقافة، وأنا متأكد المنتخب المصري باش يوصل بعيد، يا نصف نهائي يا نهائي. أداؤه مع ليفربول يختلف، على ليفربول حاجة والمنتخب المصري حاجة، اللاعبين مع فريق ليفربول يختلفوا على اللاعبين مع منتخب مصر.